نستضيف عضو الأمانة العامة غريب البهلولي، عضو الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة، في حوار وصراع ما بينه وبين الأمين العام للحزب الخالدي. سيدي، كيف تقيمون اتهاماتكم لدى الخالدي لوزارة الداخلية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتوجه لجميع المواطنين والمواطنات وإلى جميع المناضلين والمناضلات بالحزب خصوصا، بأن أوضح لهم أن السيد الأمين العام محمد الخالدي توجه برسالة يزعم أنها قرار طرد ومتضمنة اتهامات خطيرة موجهة إلي، مفادها أنه يخبر وزير الداخلية بأنني أتطرق في لقاءات الأمانة العامة إلى الثوابت الوطنية وأنتقدها. أنت سيد الغريب، وضع الخالدي شكاية لدى وكيل الملك، واش أنت ماشي وطني؟ ماشي يعني ماذا تقول للمغاربة؟ نعم، أقول للمغاربة بأنني وطني ومتشبثون بالثوابت الوطنية وإمارة المؤمنين، وشعاري كشعار جميع المغاربة الله والوطن الملك، ولا يوجد أحد بيننا أنه يطعن في الآخر وفي وطنيته. وكيف الخالدي يتزايد عليك بالوطنية وبإمارة المؤمنين؟ إمارة المؤمنين هي لجميع المؤمنين، للمغاربة جميعا، وليست للخالدي. الخالدي الآن يريد أن يمرر خلافا بيني وبينه على المالية للحزب، وأنه استولى على 100 مليون اللي أعطت له الدولة في الانتخابات الأخيرة، واشتكى لجميع المواطنين اللي كانوا المناضلين الذين كانوا في الحملة الانتخابية يعيشون الويلة من جراء أن المطبوعات وأن السيد الأمين العام لم يلتفت لهم إلا بعد يومين من نهاية الانتخابات. أنتم قدمتم رسالة لوزارة الداخلية مفادها أن الخالدي يعني استعمل مالية الحزب لأغراض غير، هل أنتم الآن قادمون إلى القضاء؟ نعم، الرسالة التي تقدمت للسيد وزير الداخلية كانت هي سبب الخلاف، وقدرت وتقدمت بها صحبة الأستاذ يزن موسى عضو الأمانة العامة ومؤسس من المؤسسين الذين أسسوا الحزب، مفادها أن هناك اختلالات مالية بالحزب، منها أن اللجنة المالية لم تعين في تاريخ الحزب أبدا، ولم يصادق عليها أي مجلسين. شكون كان يخرج المالية الحزب؟ ومن ذلك منذ المؤتمر الأخير لم يعين المجلس الوطني ولا الأمانة العامة أمين المال. شكون كان يخرج الفلوس؟ ولا ندري من الذي كان يصرف المال. خالدي كان يصرف المال، هل بصحبة الأمين المال هم هو الأمير وحده، ولا يريد أحد أن يناقش معه المالية. إذا التقرير الأدبي اللي تتقدمه المالي كيف يعني تقريرات؟ هذا التقرير الشكلي نهار في اليوم الذي يوم قبل المؤتمر سميتو، تيجمعوا جوج الناس ثلاثة وتيوجدوا كلام فضفاض لا قيمة له، يعني غير مضبوط. غير مضبوط، الهدف منه هي التقرير لأجل التقرير فقط، ولا أحد يستطيع من هؤلاء الذين قدموا التقرير أن يشرحوا ولو بند واحدا. قلت بأنك تتوفر على تقارير ديال المجلس على الحسابات اللي خرجت الأخيرة،
وانك بصدد يعني غادي عند وكيل الملك بشكايه في الموضوع لافتحاص. نعم. كيف؟ هي هذه مفاد الرساله، وزير الداخليه طالب افتحاص الماليه، والان الملف اصبح جاهز للاتجاه الى الوكيل العام لتقديم شكايه من مواطن رأى اختلالات مالية قام بها أمين عام ديال الحزب، وهذا المال العام لا ينبغي أن يسكت عنه، وجريمة ينبغي لكل مواطن أن يتصدى لناهب المال العام. وسنقدم صحبة الأستاذ يزم عضو الأمن العام ومؤسس الحزب بشكاية مباشرة إلى السيد الوكيل العام ليقوم بافتحاص مالي تحت القضاء. هل تسمعه في حقك في المزايدة ديالك على الوطنية؟ هل ستذهب إلى القضاء؟ أنا وطني، لكن هل تذهب إلى القضاء؟ وسأذهب إلى القضاء من طرف التقرير الذي وضع لأقاضي من كتبوا ذلك التقرير، وأمينهم العام الذي أصله إلى وزير الداخلية. بهلول غريب، مرة ثانية إن شاء الله في بعد وضع الرسالة. شكرا للأستاذ وإلى اللقاء.